احنا نقاوموا في الارهاب، والارهاب مش مساله بسيطه. شوفوا هو وزير الدفاع ولا وزير الداخليه ولا رئيس الحكومه يعرف باسم كل يوم الامور هذه، راهو ما زالت الامور متواصله. لا، ومن حسن الحظ عندنا موقع في العالم وعندنا دول تعاون فينا، فهمت ولا لا؟ وما يلزمناش ننساو امريكا تعاون فينا باش نقاوموا الارهاب، المانيا تعاون فينا باش نقاوموا الارهاب، فرنسا تعاون فينا باش نقاوموا الارهاب. يعني لكن احنا زاد نعاونوا في روحنا باش نقاوموا الارهاب. والاوضاع اللي موجوده في ليبيا اللي نحن خلينا المبادرات فيها، وكان عندنا من الحنكه والوعي باش دخلنا في مبادره، لكن ما دخلناش وحدنا، دخلنا معها جيراننا واشقانا من الجزائر ومن مصر.